فاضل لنا الخضار. شوفي اي انواع خضار انا واخده هنا في المكرونه بتاعه الخضار. جزر متقطع شرايط رفيعه خالص، كوسه، فلفل الوان كل الالوان بتاعته، طماطم، وكمان سبانخ. بقلبهم تقليبه بسيطه من غير ما احط اي حاجه، لو حطيت بحط ملح وفلفل اسود وحاجه بسيطه خالص. كمان باخد شويه بروكلي اكون سلقاه ومقطعاها زهرات رفيعه خالص. مكرونه اللي هي السوسته طبعا تبقى معايا حلوه جدا وجميله قوي. الخضار دي مش بتاخد معايا دقيقتين على النار، بتبقى معايا حلوه جدا وتمام، مش عايزاها تتهري لاني عايزه استفيد بكل الفيتامينز بتاعتها. عندي كمان كوبايه من الخضره سواء كان بقدونس، كزبره او شبت، التلاتة هينفعوكي. عندي افوكادو يكون مهروس ضروري جدا، والمكرونه السوسته طبعا مسلوقه. بالنسبه للصوص عباره عن صويا صوص وتوم وخل، بنزلهم عليهم على الخضار بتاعتي وهي بتتشوح اهو. عندي كمان سؤال على السجق، بياخد مدة قد ايه؟ بياخد حوالي 11 دقيقة على النار ويبقى معاكي حلو جدا وجاهز. المكرونة طبعا هتلاقوني انا بعملها وبشتغل فيها، الباستا بالخضار نازلة عندكم. هفكركم عندنا فلفل الوان، جزر، كوسة، وكمان عندي السبانخ متقطعين جوليان يعني رفيع جدا، شرايط رفيعة خالص. بحطهم مع شوية زيت زيتون، بحط عليهم توم وصويا صوص وخل وطماطم شاري طبعا صغيرة، ممكن استبدلها بطماطم كبيرة، واقلبهم تقليبة كده. بكون محضرة المكرونة بتاعتي تكون مسلوقة، واكون محضرة الافوكادو واكون هرساه، ويكون عندي كوباية كزبرة أو بقدونس مفرومين اللي هي حلوة جدا وبتديني طعم رائع. خليني أجرنش بيه، وتبقى الباستا بتاعتي خلصت في خلال حاجة بسيطة، يعني هي 20 دقيقة بتاعت السلق وثلاث دقايق على النار كده بالشكل ده وخلاص. على كده هاخدها، والبروكلي طبعا هو مسلوق اوريدي جاهز، يعني احنا مش بنحتاج نقعد لسه هنسلق فيه او نشوح فيه، لا خديه مسلوق اسلقيه على طول وقطعيه زهرات زغنطوطه بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده اهو اهو اهو. بس كده بنخلط كل المكونات مع بعضها. منمن سلام عليكم، وافكركم بالمكرونات اللي عملناها. عملنا اول واحده بالسجق، بتبقى حلوه جدا، سباكيتي بالسجق بتبقى رائعه جدا وحلوه قوي. قلنا ان السجق هو سوسيس في المغرب.